ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. احكي لنا بقى، حصل معاكي حاجه من الحاجات دي؟ لا لا، كل بس اللي انا عايزه اقوله ان يعني لو في مراقبه جامده على كل حاجه كان بجد في ضمير. انت صح واخد حضرتك، فاحنا لو كل واحد عليه ضابط ورابط هيبقى في ضمير. بس انتي برضو لازم تراقبي نفسك برضو يعني يا ايمان، يعني لازم انتي يكون عندك مراقبه ذاتيه. لو ما لقيتش حد ملاحظني وحد واخد باله مني هنجرف مع اي فتاة. ما هو في ربنا بقى على فكره، يعني ربنا هو اللي واخد باله مننا وهيعرف انت عندك ضمير ولا لا. نقول برضو الرجوع للدين برضو. طبعا اكيد الرجوع للدين مهم في كل حاجه اكيد. انت صح جدا يا استاذه ايمان، بشكرك جدا. فعلا المشكله اللي بيجي يخالف ضميره او يبيع الامانه بيبص يمينه ويبص شماله، ما بيبصش فوق. بالظبط، بص فوق، اعرف ان ربنا موجود، اتقي الله علشان هيترد لك. اصل هتترد لك هتترد لك يعني. ففعلا لا هي كلمه صح، احنا المفروض محتاجين نبقى رقابه على نفسينا اكتر ما يكون بس الرقابه من المؤسسات او الناس اللي هم الكبار اللي هم ماسكين الدوله يقعدوا رقابه. احنا برضو نراقب نفسينا يا جماعه. اللي بيرمي زباله راقب، شوف ايدك وهي بترمي، بص على ايدك بس.